يمكن كابتن مايا يجي لحضرتك. المحلل التقني دوره في الماتشات معروف، بيحلل المباريات، بيحلل الماتشات، بيشوف نفسه ويشوف غيره. بالظبط. في التمرين بتعمل ايه؟ في التمرين نيابة عن الماتشات والأخطاء كتيرة جدا اللي ممكن تحصل في المباريات، أنا كده كده بعد ما بخلص الماتش بفصل يعني كل حاجة، كل حاجة فيه، وببعت الحاجة طبعا لكابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن أيمن عشان الأخطاء نفديها والمميزات نعليها. تمام، فاهم قصدي؟ ده بعد الماتش. بالظبط. طيب التمرين هل بتشوفي مثلا طبعا كابتن حمدي وكابتن طبعا ايمن وكابتن ياسر ربنا يشفيه يا رب، يا رب، بيقعدوا يشوفوا هيعملوا ايه ويمرنوا البنات على ايه؟ طب انت بتشوفي هل في تحسن في التمرين ولا لا، ولا خلاص اشوف بقى الماتش الجاي؟ بص، ما اقدرش طبعا اراجع وراهم لان انا تحليل تقني او الاحصائي شغلته قبل المباريات وبعد المباريات، وهو اوتوماتيك بياخد الداتا دي عشان يعمل بيها، يعني بيعمل بيها بقى على يعني الفني معنى اصح. فهو بيشوف نقطه ضعف مثلا في الارسال، لا نقوي تمرينه الارسال، نعلي عدد الارسالات، الاتاك، البلوك، الديفنس، الريسبشن، طيب عندنا مشكله مثلا في الرايت او الحاجات دي كلها بتطلع من البرنامج وهو بيبقى يعني بيقراها وبيتفرج عليها فبيعرف فيها بقرار. طبعا. طب مين علمك الداتا دول؟ بص يعني هو ناس كتيره قوي طبعا، يعني ما فيش حد يرقصهم طبعا، بس في كذا حد. طب قولي. كابتن ابراهيم فخر الدين، احمد سعيد، كابتن ممدوح اسماعيل، مين تاني، كابتن هاني طبعا كان دايركشنز كده ورقه وقلم، فكذا حد يعني عمري ما انسى حد ليه فضل حتى لو بمعلومه صغيره جدا، لا طبعا فرقت معايا جدا. طب قولي لي انت اختك المحلل التقني بتاع نادي الصيد. ايوه. ايه بقى الوضع؟ احنا اخوات بس. لا ما فيش كده خالص، ما فيش يعني تعاون. لا ومحتاجه فيديوز بره الاهلي والصيد. يعني عادي، احنا كلنا حتى بتاع الزمالك كلنا لازم نعاون بعض لان احنا محلل واحد بس للفرقه، فانا ساعات ممكن في ماتش مهم وفي ماتش في حته تانية مهم. كابتن طبعا بستاذن كابتن حمدي، انت عايزني محتاج يعني محتاجني معاك ولا محتاجني اروح اغطي الماتش ده؟ فبيقول لي بقى عرفت اغطيه، انا مثلا ما عرفتش باخد الفيديو من المحلل ايا كان الفريق واخده واعمله واقطعه وابعته للكابتن. طب اثناء الماتش يعني ممكن تاخدي باخدك ملاحظه حاجه مهمه في الماتش، ممكن تروحي لكابتن حمدي، تروحي لكابتن ايمن تقولي له هل تخلي بالكم لا ده في كذا ولا؟ طبعا لازم، ده لازم يعني اثناء الماتش كمان مش قبل وبعد بس. طبعا ده لازم لان في نسب بتتغير. يعني المحاضره اللي احنا عملناها مثلا هنقفل البنت دي مثلا، دي المين بتاعك كذا، ممكن تكون هي هتبتدي تلف خط، فكل ده بيطلع عندي من اول 6 لفات. طبعا كابتن حمدي بيراجع معايا وكابتن ياسر، وطبعا كابتن ايمن صريخ بقى وسويت كتير فبيتعب يا عيني. والله العظيم اني بقى هادي فما بيركزش خالص يا عيني مني. طب قولي لي الماتش الاخير بتاع الصيد تحليلك ليه ايه؟ يعني ايه اللي حصل وايه ليه؟ هو كابتن حمدي طبعا انا قال في التقرير انا فاكر كويس قوي بعد المباراه اللي احنا ايه استسهلنا المباراه شويه او كان ماشي واسع جدا. انت الترننج بوينت كان ايه سببها؟ احنا كسبنا الماتش بعد الجيم الثاني. احنا حسينا كده بس خلاص ما هي حاجه نفسيه مالهاش علاقه بحاجه ثانيه. عشان انت بصي لخصتي في اوجستي بس خلاص. وكابتن حمدي قال كده على فكره، يعني هو المدرب بيبقى عنده احساس، هو حاسس ان البنات يعني خلاص تقريبا كسبنا وفي ثقه عليها. ايوه طبعا. بس برضو احنا بنحيي نادي الصيد برضو كل طبعا 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 مستوى رائع وعملوا ماتش حلو فلازم نحييهم. دي حقيقه دي حقيقه ما شاء الله عليهم، يعني لعبات بجد مميزات جدا، وهم ما شاء الله عندهم باور. في فرق طبعا في الخبره والكلام ده طبعا بس لعيبه تحترم طبعا طبعا. ما شاء الله عليهم واكيد يعني. وبيلعبوا من غير محترفه وكل ده اكيد، يعني احنا بالزبط. اكيد بنحب دايما يعني اللي بيأدي اداء كويس، احنا ما عندناش اي غضاضه نقول طبعا يعني طبعا يعني انه عمل ماتش كويس طبعا.